إلى قطاع غزة، حيث قالت وزارة الصحة إن القوات الإسرائيلية قتلت 40 شخصا على الأقل، وتسببت هجماتها بإصابة 224 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. الوزارة أوضحت في بيان إن هناك ضحايا تحت الركام لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، وأشارت إلى أن عدد القتلى اقترب من 38 ألفا وإصابة ما يزيد عن 86 ألف شخص منذ هجوم 7 أكتوبر. اليوم هو اليوم الثاني للعملية العسكرية على منطقة الشجاعية، حيث نزح الكثير من السكان من تلك المناطق إلى وسط مدينة غزة. هذا المركز الإيواء هو واحد من المراكز التي تم تدميرها خلال العملية العسكرية السابقة على مدينة غزة. اليوم المواطنون يسكنون في هذه المحال التجارية نظرا لعدم وجود مراكز إيواء تأويهم في مناطق وسط مدينة غزة. هذا المحال التجاري هو واحد من الأماكن التي نزح إليها السكان في ظروف إنسانية صعبة جدا، لا يتواجد فيها أي مقومات للحياة. هنا نستمع مع ربة هذه العائلة عن الظروف التي يعيشون فيها وكيف انتقلوا من منطقة الشجاعية إلى منطقة غزة والظروف التي يعيشونها. إحنا طلعنا تحت النار فجأة، ما كناش على علم ولا دراية ولا أي تهديد، طلعنا تحت القذائف وإطلاق النار من الطائرات المسيرة. خرجنا طبعا بحقيبة الملابس، بس بشنطة الأواعي طلعنا، ومعناش ولا فراش ولا أكل ولا حاجة، ولفينا على كذا مدرسة وكذا مكان ما لقيناش مكان فارغ إنه يقوينا. طبعا هذا من البيوت المهدمة، جمعنا شوية أواني للطبخ وللأكل، وحتى الحمام مش موجود، دورة مياه مش موجودة. يعني أقل تدبرين حالكم في موضوع الحمام خاصة يعني في أي مكان هنا في أنا معايا أطفال طبعا، وصعب إنهم يصبروا، فحطيت كرسي مفرغ من قاعدة البلاستيك، حطيت تحتيه جردل بيقضوا الحاجة الأولاد هنا. وإحنا طبعا ما فيش مية نغسل إيدينا، ما فيش يعني بالعافية مندبر، وطبعا هذا كله أوبئة وكله أمراض، ومكان زي ما أنت شايف كيف ما فيش إله باب اللي إحنا نايمين فيه، يعني إحنا والشارع واحد، ممكن أي كلب يفوت أو قطة من الشارع. الفراش ما نمنع البلاط، هدول جمعناهم من الشوارع تكناهم وحطناهم ونمنا زي ما إحنا هيك قبل ما ندبر حالنا. طموحنا مش لإيواء، إحنا رب إن شاء الله يعني يكون إيواءنا أفضل، بس إحنا طموحنا نرجع على مكانه وعلى بيوتنا. إحنا أولاد ناس، إحنا يعني بالنهاية إلنا حياتنا وإلنا كياننا. يعني مثلا أنا متعلمة مش وولادي، حلمت أن أعلمهم زيي، حلمت أنه ابني أدرسه، درسته في مدارس خاصة وتعبت يعني أني أشوفه، مش أنه يصير هيك فينا، أنه إحنا كل أحلامنا وكل مستقبلنا نلاقيه راح بطرفة عين. شكرا. ظروف قاهرة جدا هنا ترويها هذه السيدة عن الأوضاع التي يعيشونها خلال عملية النزوح للمرات كثيرة من مناطق متفرقة من مدينة غزة، لا مراكز إيواء آمنة أو جاهزة لاستقبال هؤلاء السكان، أو حتى ظروف حياتية مؤمنة تؤمن حياتهم وتعينهم على مصاعب هذا النزوح. عبد القادر صباح من وسط مدينة غزة لقناتي العربية والحدث. هذولا لأنه أهل الشجاعية وأهل التفاح شردوهم اليهود من غاد وإجوا هنا ومش ملاقين لا أكل ولا شرب ولا مية ولا حاجة، إلا أهل الخير وهذه الجمعية الجزائرية هي اللي بتقدم المساعدات للشعب الفلسطيني والأهل الشجاعية وأهل التفاح. السبب إنه تهجير اليهود بعد ما اقتحموا الشجاعية في اقتحام وعدوان غاشم على غزة، فكان الشعب يهجم كله على الرمال ليلاقي مأوى إله، فلم يجد أكل ولا شرب ولا ماء، وربنا اللي سهل وبعث ناس أهل الخير ساعدوهم عساس يمشوا الحياة اللي عايشينها الصعبة جدا، ونتمنى من الله إنه يمنع كل الناس الصحة والعافية. هتجرب من السجاعية طلعنا، مش حاجة موفرة عندنا هنا، الأمور صعبة جدا، مش مكان نقعد فيه، يعني الحمد لله رب العالمين، المية مندور عليها دور من لقيها الشيء، وكل حاجة بصعوبة، يعني صعب جدا إن لقينا قالون مية، والحمد لله رب العالمين. نشكر الجمعية هذه اللي جابت لنا، جمعية البركة اللي جابت لنا المية، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يجزيهم كل خير. من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. مساء الخير أسامة، إذن تطلعنا على آخر التطورات المتعلقة بهذا القصف الإسرائيلي على الشجاعية وعمليات النزوح وأيضا حي التفاح وغيرها، تفضل أسامة.
نعم، منذ ساعات صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي بدأ يضيق الخناق على سكان المنطقة الشرقية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. قبل عدة أيام الجيش توغل باتجاه منطقة حي الشجاعية وحاصر عدد كبير من المنازل في المنطقة الشرقية، وتوغلت الدبابات باتجاه شارع النزاز في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. نتحدث هنا على مناشدات يعني اليوم كانت صباح هذا اليوم من الدفاع المدني، تطالب الجهات والمنظمات الدولية بإخلاء عدد كبير من السكان في المنطقة الشرقية والإفراج عنهم بعدما حاصرتهم الدبابات الإسرائيلية منذ عدة أيام حتى هذه اللحظة. قبل قليل وصل عدد كبير من هذه العائلات إلى هنا إلى جنوب قطاع غزة بعدما أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح باتجاه منطقة جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين باتجاه مناطق الجنوب. الجيش الإسرائيلي منع الإفراج عن هذه العائلات الموجودة في المنطقة الشرقية، وتحت تهديد السلاح تم وضعهم في شاحنات كبيرة ونقلهم إلى حاجز السريم على شارع صلاح الدين. وقبل قليل وصلوا إلى منطقة وسط قطاع غزة هنا إلى منطقة مخيم النصيرات. نتحدث على استمرار العملية العسكرية في منطقة مدينة غزة، تحديدا في منطقة حي الشجاعية في المنطقة الشرقية. منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي استهدف 13 مواطنا في منطقة مدينة غزة، سقطوا ضحايا بعد استهداف سيارة مدنية سقط فيها 7 ضحايا، واستهداف تجمع للمواطنين في منطقة منتزه البلدية أيضا وسط مدينة غزة. يعني كل الأحياء الراقية في مدينة غزة الآن أصبحت هذه مناطق وأحياء أشباح يصعب التحرك فيها، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يستهدف أي تجمع للمواطنين في هذه المناطق أو يحاولوا سواء كانوا يحاولوا البحث عن المياه أو الطعام أو حتى البحث عن إشارات الإنترنت يتم استهدافه مباشرة. وبالتالي سقط صباح هذا اليوم 5 ضحايا في استهداف تجمع المواطنين بالقرب من منتزه البلدية في قلب مدينة غزة. المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها بشكل مباشر باتجاه منطقة تل الهوى الشيخ عجلين، كل المناطق والأحياء المحاذية لحاجز نتسليم المقام على شارع هارون الرشيد غرب مدينة غزة تم إطلاق قذائف باتجاه هذه المنازل، وهناك عدد كبير من الإصابات نقلوا إلى المستشفى المعمداني. أما هنا في المنطقة الوسطى خلال الساعة الأخيرة الماضية سقط 4 ضحايا في استهداف منزل لعائلة المبحوح في منطقة مخيم البريج، بالإضافة لنقل عشرات الإصابات بسبب استهداف المدفعية الإسرائيلية لمنطقة شمال مخيم النصيرات، وهي منطقة أيضا محاذية للنقطة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي على شارع هارون الرشيد تحديدا على حاجز نتسليم. أما في منطقة رفح جنوب قطاع غزة منذ ساعات صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي انسحب من منطقة الشاكوش، ومن ثم توجه السكان إلى هذه المنطقة، وجدوا مئات الدنومات من المنطقة الزراعية والتي تعتبر السلة الغذائية لقطاع غزة تم تجريفها بالكامل، تم تجريف الدفيئات والحمامات الزراعية في هذه المنطقة، ولكن سرعان ما باغتهم الجيش الإسرائيلي من جديد وقام بالتوغل مرة جديدة باتجاه هذه المنطقة. خلال عملية الانسحاب من هذه المنطقة تم انتشال 9 ضحايا وعدد كبير من الإصابات نقلوا إلى مستشفى ناصر في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. وقبل قليل استهدفت مسيرة إسرائيلية أيضا تجمعا للمواطنين في منطقة الشاكوش في المنطقة الغربية لمدينة رفح، ونقل 3 ضحايا إلى مستشفى ناصر في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. حتى هذه اللحظة الاستهدافات متواصلة بالمدفعية سواء في منطقة غرب مدينة رفح أو في المنطقة الغربية أيضا لمدينة غزة. عدد الضحايا منذ ساعات صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة أكثر من 30 ضحية وعشرات الإصابات نقلوا إلى المستشفيات. شكرا جزيلا لك من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا لك. كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا بصياغة جديدة لبعض أجزاء الاتفاق والذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، و ذلك المقترح الذي يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن الجهود الأمريكية تتركز على المادة 8 في المقترح السابق والمتعلقة بالمفاوضات خلال المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تشمل تحديد شروط دقيقة للمرحلة الثانية. كما أشارت المصادر وفق أكسيوس إلى أن حماس ترغب في أن تركز تلك المفاوضات على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين والذين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي أو رهينة من الإسرائيليين، فيما ترغب إسرائيل في أن تكون لديها القدرة على إثارة مسألة نزع سلاح غزة بجانب قضايا أخرى خلال تلك المرحلة من المفاوضات وفق أكسيوس. وأضافت المصادر أن واشنطن طرحت صياغة جديدة للمادة 8 لتقليل حجم الفجوة بين إسرائيل وحماس، ويدفعون الوسطاء للضغط على حماس للقبول بالمقترح الجديد.